بس والله العظيم ما كان قصدي. هايل يا ست، ربنا يخليك والله. وانت هتعيطي تاني؟ لا 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 انا كنت بتفرج والله عادي. بتحبي تشوفي نفسك بعد ما؟ ساعات وساعات، مش كل الاوقات يعني. يعني بتكسف لما بتفرج مع حد، يعني انا ببقى قاعده مع حد ببقى مكسوف، لكن لما ببقى لوحدي اللي هو انا على الشاشه وكده. لا لا يعني بتكسف يعني ساعات لما ببقى مثلا جنبي مامتي كده اي حد ببقى مكسوفه شويه، بس لما ببقى لوحدي عادي ممكن اتفرج واشوف بقى الغلطات واشوف الحاجات دي. اسوأ حاجه حكيت غلطاتي. ببص عادي، ما بحبش اتفرج على نفسي تاني. ما بتحبش تتفرج على نفسك خالص؟ انا بحب يعني عادي، بحب لوحدي، بس مع حد بتكسف. ولا لوحدي ولا مع حد بجد. انا كده خلاص. انا خلصت. ايوه احنا شفنا مشاهد كتير جميله لما اتخطفتي في كذا حاجه، اللي هو من اجن ما يمكن. انا عايزه اقول لك في مشهد انا وهنادي و طبعا اللي هو بتاع الفرح. لما دخلت عليا باب الفرح ورقصت مره واحده، اللي هو عملت كده. عملتي كده ما تفهمش كده عملتي ازاي؟ زي الزنبلك كده، ودراعاتك فجاه بقت مرفوعه كده زي حلاوه المولد. ايوه عملت رقبتك كده ازاي؟ انا ما اعرفش. انا هقول لك، انا عجبتني لما كنت لابسه الفستان البومبي. الفستان كان كبير قوي عليا. لما قالوا لك انت بتلقي في الفستان، كنت بلق فعلا ده حقيقه. انا كنت بلق. انت رفيعه جدا اصلا. ايوه بلق جدا في الفستان، بس انا كنت الوقت ده كانت الساعه 4 الفجر واحنا بنصور المشهد ده. عارف لما تبقى عايز تنام؟ عارف لما دماغك مش خلاص راحت بقى خالص. فقلت للاستاذ وائل بدل ما هي تخش وتقول كلمه كده، ما كانش مكتوب الكلام ده ولا رقص ولا الكلام ده. قلت له بدل ما تخش تقولي انا يعني هنزل اجيب ابراهيم، ما تخليني نهزر مع بعض ارقص معاها بتاع. قال لي ماشي. هو افتكر رقصه يعني كيوت وكده يعني نرقص مع بعض. لا انا لقيت حاجه. انا لما شفت نفسي قلت هو انا عامله كده ليه؟ انا الرقصه دي ممكن اشغلها 20 30 مره واقعد اتفرج عليها. ما انا ما اعرفش. حتى هو قال لي انت شكلك غريب جدا. قلت له لو عايز تقص يعني تقصها في المونتاج قصها، يعني انا عادي براحتك. سابها عجبها جدا. جت معاكي كده؟ جت والله جت كده، وفعلا كان شكلي كاني انت ازاي عملت رقبتك دي كده؟ كده وكان الفستان واسع. دي ما بتعملهاش غير الست فيفي عبده، حركه الرقبه دي اللي هي على ايه؟ اللي هي بتبقى معموله على يعني على كبال. دي ما بتعملهاش. كنت عامله زي العروسه الزنبلك. ايوه ده حقيقي. وايدك مرفوعه كده. مش عارفه ايه اللي انا كنت عاملاه ده، كان شكلي غريب جدا. هو انت كام كيلو؟ انا كام كيلو؟ 51 بس. ايه؟ لا يعني طول عمرك كده؟ لا يعني طول عمري ساعات بتخن وساعات بخس. انا مره وصلت 47. بحياة ربنا 47 كيلو؟ والله مشفي 47. بس كنت يعني ساعتها كنت تعبانه يعني. كنت تعبت يعني. قليله جدا. انا يعني بقى مش قوي يعني. على فكره ده في ناس ارفع مني بكتير. اقل من 51. انا ببان في التلفزيون يعني اتخن. انا في الحقيقه ده تلاشي 51 ده يعني ترقصي يبقى ليه خلاص؟ لا مش للدرجه دي. بمناسبه الرقص، فكرتيش تعملي فوازير؟ أنا شفتك.